طب دكتور محمود، هل تعتقد بأنهم يتخوفون من زيادة عدد المسلمين في البلدان الأوروبية وأن هذا يشكل خطرا عليهم من انتشار الإسلام القوي داخل تلك البلدان؟ بالتأكيد بالتأكيد أستاذ علاء، أكثر دين، وحتى بتصريحاتهم هم أكثر ديانة انتشارا في دول الغرب، ولعلنا تحدثنا في حلقة سابقة عن انتشار اسم محمد في الدول الغربية، من أكثر الأسماء انتشارا. كذلك هذا يدل على أن من أكثر الأديان انتشارا هو الإسلام، هو أقوى الأديان التي يعني تحدث العقل، وأقوى الأديان التي تحدث الفطرة، وأقوى الأديان التي الدين الوحيد الذي يحدث العقل والفطرة، والذي يقدم كافة الحلول المجتمعية. هم لا يجدون في أديانهم هذه، وبالتالي انتشار الإسلام في مثل هذه البلدان يهدد استقرارهم، استقرار علمانيتهم. فهم يريدون شبابا علمانيين، لا يريدون أحدا ينادي لا بالإسلام ولا حتى يظهر شعائر الإسلام من أذان وصلاة، ولا ثقافة ولا يعني ولا صوت لأن تقوم البيوت الإسلامية التي تعاني بعض المشكلات وخرجت إلى هذه الدول أن تبحث عن حلول إلا تحت مظلة القانون الغرب. فهم يعرفون أن الإسلام أكثر الثقافات انتشارا وأكثر الأديان انتشارا وأقوى العقائد التي تحدث العقل، وبالتالي تخوفهم هذا. هم لا يستطيعون أن يبيدوا كما قلت لحضرتك هؤلاء الناس جسديا، ولكنهم يحاولون إبادة الثقافة الإسلامية معنويا بأن يقومون بعملية الإحلال والتجديد. الإحلال بأن يعني يمسحوا، يقوموا بمسحها للثقافة من عقول أبناء المسلمين واستبدالها بثقافات غربية تتناسب مع مصالحهم هم.